الآن خلينا نحكي عن هاي أهم الـ primitive reflexes اللي بنشوفها عند الطفل حديث الولادة. ومن أهم الـ primitive reflexes هاي هو إشي بسميه the grasp reflex. grasp reflex طبعاً reflex معناتها حركة لا إرادية. grasp جاي من القبضة، القبضة جاي من القبضة، قبضة اليد. هلأ كيف بنفحص الجراسب ريفلكس عند الطفل؟ الطفل حديث الولادة لازم يكون في عنده جراسب ريفلكس، حركة لا إرادية لحركة قبضة اليد. أكيد كل واحد فيكم شاف طفل حديث الولادة يعني عمره أقل من شهرين، بتشوفوا أنه الطفل دائما بيكون عامل فست، دائما بيكون قابض إيديه، تمام؟ ولما بتطفل حتى لما بتفتح إيديه، إذا حطيت أي إشي داخل إيد الطفل بيرجع، إذا حطيت إصبعك داخل إيد الطفل بيرجع الطفل يقبض على إصبعك، سواء إصبعك أو أي إشي ثاني. فهذا بسميه grasp reflex، هاي حركة لا إرادية بيقوم فيها الطفل حديث الولادة اسمها grasp reflex. شو بتكون؟ if the palm is struck by an object، إذا باطن اليد لمسناه ب object معين، the newborn will close his fingers tightly، بيسكر أصابعه بقوة، تمام؟ وحتى الجراسب ريفلكس مش بس منشوفه بالهاندز بالإيدين، ممكن نشوفه بالرجلين. يعني إذا إجيت أنا على باطن القدم، على السول باطن القدم، ولمستها ب object معين، بتلاحظ إنه بيحاول الطفل إنه يقبض أصابع الرجلين، بيحافظ إنه يقبض التوز. اوكي، فهذا بسميه grasp reflex. فلما بيجي عند الطفل حديث الولاده بدي افحص هذا الريفلكس، بطلع على الطفل، بمسك الطفل، بمسك ايده، بحاول اني احط اصبعي داخل ايد الطفل، اذا الطفل قبض على اصبعي بقوه معناته هذا الريفلكس موجود. اوكي، هلا الشغله ونفس الشيء، بنزل على القدم، بلمس السول باطن القدم باصبعي، بتلاحظي انه الطفل بيحاول انه يقبض اصابعه على اصابع القدمين ايضا. اوكي، هذا بسميه grasp reflex، بيكون موجود عند الاطفال الطبيعيين حديثين الولاده. هذا الريفلكس بالعاده بيبدا بالاختفاء على عمر الشهرين وبيختفي كومبليتلي على عمر الاربع شهور. طلاب ممكن يسالوني، طب دكتوره الطفل بيضل يمسك بايده طول العمر؟ نعم، الطفل بيضل يمسك بإيده طول العمر، بس إيش اللي بصير؟ إنه قبضة اليد الجراسبينج اللي هي قبضة اليد تتحول من حركة لا إرادية إلى حركة إرادية فيما بعد. لازم تفهموا لي هاي النقطة عشان نوفر على حالنا أسئلة كتير ونفهم موضوع الريفلكسز، نفهم موضوع الحركات اللا إرادية. فالجراسب ريفلكس هو حركة لا إرادية عند الطفل حديث الولادة، لكن لما بيكتمل الجهاز العصبي المركزي عند الطفل وبيكتمل الكورتكس وبيكتمل المايلينيزيشن وبتكون المايلين شيث على الأكسون تبع النيرف، بتتحول هاي الحركة، حركة الجراسبينج، حركة قبضة اليد، من حركة لا إرادية إلى حركة إرادية، تمام؟ فالطفل بيظل يستخدم إيده، بيظل يقبض إيده، بس شو اللي بصير؟ إنها بالأول بتكون هاي الحركة لا إرادية، بعدين بتصير هاي الحركة حركة إرادية. فالجراسبينج عند الطفل حديث الولادة هو حركة لا إرادية، بيكون ريفلكس، بعد عمر الشهرين بصير الجراسبينج حركة إرادية، تمام؟ فكيف بدنا نميز بيناتهم؟ إنه بالبداية لما بحط أنا أي أوبجكت داخل إيد الطفل بيقبض عليه، أوكي، فيما بعد الطفل بمسك الإشي اللي بده إياه وما بمسك الإشي اللي بده إياه، فبتتحول من حركة إرادية لا إرادية لحركة إرادية. أوكي، فكثير ركزوا لي على هاي النقطة، إنه كل هاي الريفلكسز بتكون لا إرادية عند حديث الولادة، فيما بعد تصبح حركات إرادية لأنه الجهاز العصبي المركزي بيكون اكتمل وتكون بشكل معظمه بيكون اكتمل وتكون بشكل طبيعي عند الأطفال الطبيعيين. أوكي، هلأ في بعض الأطفال مثلاً بيكون في عندهم شلل دماغي، بفحصه بيكون عنده grasp reflex، بصير عمره شهرين، أربع شهور، ست شهور، لسه grasp reflex موجود، هذا بيعني إنه هذا الطفل في عنده مشكلة، طفل غير طبيعي، تمام؟ ففحص الريفلكسز أول إشي بقوم فيه لما بفحص طفل عشان أتأكد إنه هذا الطفل طبيعي من ناحية حركية عصبية أو مش طبيعي. إذا كان الريفلكس
اللي لازم انه يختفي على عمر 4 شهور وما اختفى معناته في مشكلة. اذا كان الرفلكس اصلا مش موجود على عند الطفل حديث الولادة ولازم يكون موجود معناته الطفل مش طبيعي. اوكي، وما في عندي رفلكس واحد، حكيت لكم في عندي مجموعة كبيرة من الرفلكسز، رح نحكي عن اهم هاي الرفلكسز فقط. نيجي نحكي عن رفلكس ثاني بسميه سكينج رفلكس. شو بسميه؟ سكينج رفلكس. هلا السكينج جاي من السكينج الرضاعة، تمام؟ فالسكينج رفلكس اللي هو رفلكس الرضاعة، أي طفل حديث الولادة إذا بتحط تلمس ثم هذا الطفل، أوكي، رح يبلش يعمل سكينج. سواء لمست فم هذا الطفل بالرضاعة أو بإصبع أو بأي أداة، مباشرة الطفل ببلش يعمل إيش؟ سكينج، وهذه حركة لا إرادية في البداية. لغاية عمر شهرين بتكون حركة لا إرادية، بعد عمر الشهرين تصبح حركة إرادية. هو بيعمل سكينج لأنه بده يعمل سكينج، ممكن يعمل ممكن لا يعمل، تصبح حركة إرادية. لما بيكون جيعان بيعمل سكينج، لما بيكون شبعان ببطل يعمل سكينج. هذا في البداية، فيما بعد، بعد الشهرين. أما الطفل حديث الولادة إذا بتشربه مثلا حليب 2 أوز، تمام، مثلا شربته حليب 200 ميل بيشربها، بتردي تعطي كمان 200 ميل بيشربها، كمان 200 ميل بيشربها. طبعا بالنهاية رح تستفرغ لأنه معدته إلى حد، بس ليش؟ لأنه الطفل بضل يعمل سكينج. ليش بيعمل سكينج؟ لأنها حركة لا إرادية. فإذا أعطيتي 200 ميل حليب، كمان 200 كمان 200، الطفل رح يضل يرضى حتى معدته تتعبى، وبالآخر رح يستفرغ الحليب لزيادة. أوكي، علشان هيك إحنا بنحكي للأمهات، مش كل ما يعني ما بعطي الحليب، يعني لازم أعطي مقدار معين للطفل من الحليب كل ساعتين. أوكي، وما لازم أبالغ في كمية الحليب اللي بعطيها للطفل، لأنه ممكن الطفل يستفرغ ويرجع الحليب لزيادة. بصير تحكي لك ما هو برضى، شو أسوي؟ ما هو بضل يرضى. برضى لأنه بيعمل حركة الرضاعة، عنده حركة لا إرادية، ما بيفهم بعده. الرضاعة عنده حركة لا إرادية، شو ما بتعطيه رح يرضى، لكن ما بيجوز إنك تعطيه كمية زيادة. أنت لازم تتحكمي كمية الحليب اللي بتعطيها للطفل، شو ما أعطيتيه رح يرضى لأنها حركة لا إرادية. فالمفروض الأم تنتبه على مقدار الحليب اللي بتعطيه للطفل، والوقت إنه يكون تقريبا كل ساعتين أو كل 3 ساعات تعطيه وجبة معينة، حسب طبعا أكيد طبيب الأطفال بشرح لها قديش ممكن تكون وجبة الطفل. بالعادة 200 ميل is enough، 2 أوز is enough. في رفلكس ثالث اسمه standing up reflex. هذا الرفلكس بفحصه بالطريقة التالية، إنه if a pressure is applied to the heel the newborn will extend his lower limb. إذا أنا عملت ضغط على كعب الطفل، الطفل رح يمد رجله. يعني إذا أنا مسكت طفل وحاولت إني مسكت الطفل من تحت إيديه وحاولت إني أوقف هذا الطفل، بالتالي رح يصير في ضغط على كعب الطفل. الضغط جاي من وزن الطفل أكيد، رح يحاول أن الطفل يمد رجليه زي كأن واحد بيحاول الوقوف. طبعاً الطفل ما بيحاول الوقوف، هي فقط حركة لا إرادية بتكون موجودة في اللور لمب عند الطفل حديث الولادة. هاي الحركة بتكون لا إرادية في البداية، تبدأ بالاختفاء على عمر الشهرين، ويعني تختفي بالأغلب على عمر 4 شهور، وفيما بعد تتحول من حركة لا إرادية لحركة إرادية لما الطفل ببلش إنه يمشي. الطفل بالآخر بده يوقف، لما بصير في عمره 9 شهور 8 شهور 10 شهور ممكن بيوقف الطفل. طيب أوكي وقف، هل هاي حركة لا إرادية؟ لا، هاي حركة إرادية. لكن الستاندينج هاي انه بس انه الطفل لما احطه على اعطي وزن on his heel على كعبه، وعادة الوزن هذا بيكون الضغط جاي من وزنه، بحاول انه الطفل يدفش رجليه، بحاول انه يمد رجليه. هاي الحركة هي حركة لا ارادية موجودة عند الاطفال الطبيعيين. اذا كان في عند الطفل حاولت اني اعمل اوقفه على رجليه وما مد رجليه، على الأغلب هذا الطفل بيكون في عنده مشكلة معينة. أطفال اللي عندهم CB ممكن ما يكون عندهم standing up reflex، ممكن حسب نوع CB، حسب نوع الشلل الدماغي. أوكي؟ طيب
نيجي على ال walking reflex، ريفلكس المشي. والطفل حديث الولادة بمشي، هو ما بمشي، بس أنا إذا مسكته بوضعية المشي ممكن الطفل يبلش يعمل زي كأنه بده يمشي، يعني بلش يحرك his leg زي كأنه واحد بده يمشي بس هو في الحقيقة ما بمشي. فهاي الحركة إنه لما بمسك الطفل ووقفه على الطاولة وبيبلش الطفل يحرك رجليه زي كأنه بده يمشي، هذه حركة لا إرادية عند الطفل. فيما بعد لما بصبح الطفل عمره سنة بتكون حركة إرادية. طبعاً هاي الحركة اللا إرادية بتضل عمر 4 شهور بعدين تتحول لحركة إرادية. أوكي؟ فهذا بسميه walking reflex. The sole of the feet are stroked. The infant will move his leg as if he were walking. إذا أنا وضعت الطفل باطن قدم الطفل على طاولة مثلاً ولمس باطن قدم الطفل الطاولة، الطفل راح يحاول إنه يحرك رجليه وكأنه بيمشي. في فيديو عن الريفلكسز بوضح هاي الريفلكسز، راح أعرض لكم إياه وأنزل لكم إياه، ممكن أبعث لكم إياه لينك. في فيديوهات كثير موجودة على اليوتيوب بتوضح البريماتيف ريفلكسز كمان. إذا أي حدا فيكم حاب يشوف إشي لايف ممكن كمان أبعث لكم لايف الفيديو، ممكن أعرض لكم الفيديو على السكرين ريكوردر أيضا. طيب نيجي على ريفلكس ثاني، هذا الريفلكس بسميه مورو ريفلكس. مورو ريفلكس when a sudden noise is made the baby throws his arms apart and then close them across the chest. هذا المورو ريفلكس بيحكي لك انه اذا الطفل سمع صوت مفاجئ او تعرض لحركة مفاجئة، اللي بيصير أن الطفل راح يرفع إيديه عن صدره ويرجع ينزلهم مرة ثانية. أوكي؟ إذا الطفل لما بسمع حركة لما بتعرض لحركة مفاجئة أو بسمع صوت مفاجئ راح يرفع إيديه عن جسمه وبرجعوا إيديه ينزلوا مرة ثانية. هذا شو بسميه مورو ريفلكس. أوكي؟ Can occur when infant is changed from one position to another. فإذا الطفل اتعرض لصوت مفاجئ أو حركة مفاجئة بيعمل هاي الحركة. ليش عمل هاي الحركة؟ حركة لا إرادية عملها الطفل لما بسمع تعرض لحركة مفاجئة أو سمع صوت مفاجئ. تمام؟ رح يكون في عندي فيديو يوضح لي المورو ريفلكس أيضا بطريقة أوضح. The cardinal point reflex. كلمة cardinal كلمة يعني لها أصول لاتينية معناتها corner زاوية. أوكي. فهذا الرفلكس هو عبارة عن if the corner of the newborn's mouth is struck he will turn his head in the appropriate direction. يعني إذا أنا إجيت لمست زاوية فم الطفل، الطفل راح يحرك راسه للجهة اللي بلمس فيها زاوية فمه. يعني إذا أنا مثلا إجيت حطيت إصبعي عند زاوية فم اليمين رح يحرك راسه لليمين، إذا حطيت إصبعي عند زاوية الفم اليسار رح يحرك راسه لليسار. ليش حرك راسه هيك؟ هاي حركة لا إرادية بقوم فيها الطفل، وهذا الإشي سبحان الله بيساعد الطفل للرضاعة. فلما الأم تيجي ترضع الطفل، أوكي، الطفل دائما بتحرك للجهة اللي بتكون لامسة أمه عشان يتحرك عشان يرضع بطريقة أسهل. متخيلين كيف؟ فالكاردينال بوينت ريفلكس من الريفلكسز اللي كتير مهمة اللي موجودة عند الطفل حديث الولادة، هو والسكينج ريفلكس مهمات كتير لرضاعة الطفل. لو الطفل فقد الكاردينال بوينت ريفلكس والسكينج ريفلكس، في أطفال عندهم بنولد عندهم سي بي ما عندهم لا سكينج ريفلكس ولا كاردينال بوينت ريفلكس، زمان كانوا يموتوا طبعا لأنهم ما بيقدروا يرضعوا. ناوديز مع تطور العلم صاروا يفتحوا لهم فتحة بالمعدة ويدخلوا لهم الطعام على معدتهم مباشرة عن طريق إشي نسميه أنجيو تيوب، إذا عمركم سمعتوا فيه. فهذول الأطفال بيكون عندهم مشكلة ما عندهم سكينج ريفلكس ولا كاردينال بوينت ريفلكس، بيضطروا إنهم يطعموهم بهاي الطريقة عشان يضلوا عايشين. طيب إذا حكينا هذا هو الكاردينال بوينت ريفلكس، إذا لمست زاوية فم الطفل، الطفل بيحرك رأسه باتجاه
اللي لمست عليه زاوية الفم. زي ما ذكرت يا شباب، في عندي other reflexes. هاي الرفلكسز ما بتختفي، بتظلها مع الإنسان مدى الحياة، مثل الهيكابس الحازوقة، الياوينج التثاؤب، سنيزينج العطاس، الفوميتينج الاستفراغ، وفي عندي كمان زي ما حكيت لكم البريذينج والسوالوينج من الأذر ريفلكسز اللي بتضلها عند الإنسان وما بتختفي مع الوقت. إحنا بهاي الطريقة بنكون أتمينا حديثنا عن الريفلكسز. ممكن أورجيكم فيديو فيما بعد عن الريفلكسز لما تقرأوا المحاضرة وتتفهموها، عشان الفيديو يكون إله معنى ضروري تقرأوا المحاضرة أول قبل أني أورجيكم الفيديو عن الريفلكسز. هلأ بس ننهي الريفلكسز، رح نبلش نحكي عن النيوبورن، عن أهم المراحل التطورية للطفل حديث الولادة. رح نحكي عن عمر نيوبورن، عمر شهر، وبعدين رح نحكي عن شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، داعش، اتناش. رح نمشي شهر شهر، بعدين رح صير نقفز، لأنه بكون الطفل بتطور بشكل، بالبداية الطفل بتطور بشكل سريع جدا، فيما بعد بصير تطور الطفل أبطأ. فبالأول رح نمشي شهر شهر، بعدين رح نصير نقفز، رح نصير نمشي سنة سنة، لأنه تطور الطفل بصير أبطأ. تمام؟